لماذا لا أكتب قصائد حب إسرائيلية؟ أعيد تاريخ لي أولاً ثم الكتب الدراسية، ولا تخبرونني بأن قصيدتي هي مانيفستو سياسي، بينما ليست لديكم أي فكرة عن الظلم. إذن هاكم طرف خيط. أريد تعويضاً من بنك إسرائيل للفلسطينيين، للشرقيين، للنساء، للمثليين، للسحاقيات. عن كل ملاحظة معبرة، منطقة عسكرية مغلقة، إخفاء، إفساد، أريد منكم فتح خزانة القصيدة وإعادة الأراضي إلى من أخذتموها منهم، ودفع تعويض عن الاحتلال الرهيب. سوف أنتظر بجانب بنك إسرائيل من وراء نوافذ التأمين القومي تحت سيارات وزارة الخزانة حتى تدفعوا تعويضا مناسبا عن كل العنصرية المصفاة. وفقط عندما يكون أطفال من تم تعويضهم يدرسون في الجامعة بمجتمع متساو بدون احتقار، فقط عندها سأكون جاهزا لكتب قصائد حب إسرائيلية.